يعني فرحانة مبسوطة بالأداء ده؟ الحمد لله والله. الفريق هو اللي بيساعدني على كده يعني، الناس اللي جنبي هي اللي بتشجعني ان انا عندي الثقة ان انا ممكن عايزة اطلع بالملعب الاقي مثلا سوريا جنبي، نادين، ميرال، عندي ثقة ان في ناس بتجري جنبي، فاللي هو عادي هطلع لهم الباص هيجيبوا باسكت. الحمد لله والله. وبعدين انا كان نفسي ان احنا نكسب اول بطولة، دي هتبقى طبعا الموسم بتاع دافع طبعا طبعا جميل لينا في السيزون كله، فكنت بلعب بصراحة بحماس وقوة علشان يعني ناخدها. طب فالحمد قولي لله. لي، يعني امبارح كان اول مباراة ليكي مع الاهلي بجمهور، صح؟ صح؟ ما كانش في جمهور قبل كده، اول مره الاتحاد السله طبعا مشكوره، ودي حاجه نشكرهم عليه، وان هم نسقوا جمال دخول بجد. الجماهير ومع شركه تذكرتي وكده بحيث ان يقدر الجمهور يكون موجود. حضور الجماهير يعني اداكوا حاجه ايجابيه ولا كان توتر طبعا زياده ولا ايه؟ لا، ايجابيه جدا والله، جمال يعني. احنا التشجيع اللي هو الجميل ده بيخلي الواحد عايز يلعب مخصوص جامد علشان يفرح فرح الجمهور. الجمهور ده. فكلنا كنا بنلعب بحماس وكلنا بنشجع بعض مع الجمهور وكده علشان نطلع كسبانين، عشان الجمهور اولا يبقى فرحان ومبسوط بينا. طب رنيم، عايز اسالك سؤال. يعني انت طبعا لعبت في الان سي دبليو اي زي ما طبعا ميرال كمان لعبت، يعني عندك خبرات وضغوط، لعبت تحت ضغوط ومع لعيبه كمان يعني المحترفه اللي معانا، انت كنت بتلعبي قصاد 5 محترفات يعني. ما يعني لما امبارح اتقال انه المحترفه مش هتلعب، انا سالت كابتن عاليه وقالت لي، قالت لكم ايه؟ انت كلعيب مهم في الفريق حسيت بايه، او هل لعبت بمنتاليتي عامله ازاي؟ طبعا اتضايقت يعني، المحترفة طبعا ليها دور كبير جدا في الفريق، بس ده يعني اداني شوية دافع ان انا لازم العب اجمد، ان هو اعمل كل حاجة يعني. هي كابتن ريباوند ما شاء الله وباسي وكده، فاللي هو احاول اخش على كل كورة اكتر، احاول ان انا مثلا ابص على زملائي في الملعب ان انا اطلع لهم الباس ان هم يكونوا شايطين مستريحين بس. فده اداني دافع ان انا اكسب علشانها كمان، ان هي دي هتبقى اول بطوله ليها معانا، فاللي هو تبقى مبسوطه ان هي مع فريق يعني بص العقليه عامله ازاي؟ حارس لا بطولات. يعني لا عقليه، لا يعني يعني دماغ قاعده بتفكر، يعني لازم انا اقوم بالدور اللي كانت بتقوم بيه، ولازم هي كمان تبقى سعيده، يعني عقليه مترتبه.